فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: قمت بالاشتراك في التأمين الصحي لزوجتي. نعم. قمت بالاشتراك في التأمين الصحي لزوجتي ثم علمت بحرمته، ولم أستطع استرداد المبلغ الذي دفعته للشركة، فهل لي أن أنتفع من التأمين بقدر المبلغ الذي دفعته؟ بقدر المبلغ ما يخالف، أنك تنتبه بقدر المبلغ ولا تزيد عليه لا بأس بذلك. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.